أهلا بيكم يا أصحابي في رحلتنا السعيدة وحكاية جديدة من حكايات ماما سماحة. حكايتنا النهاردة فيها سر خطير ومثير. حكايتنا النهاردة اسمها سر القبعة الصفراء، يعني سر القبعة الصفراء دي فيها سر خطير هنعرفه من صديقنا نعيم. نعيم ولد عنده 10 سنين، بيحب بابا ماما أصحابه، شاطر في المدرسة، وأكتر واحد بيحبه هو جده. في يوم من الأيام نعيم كان خارج مع أصحابه وبدأوا يلعبوا وهو بيلعب معاهم، لكن فجأة قرروا يلعبوا لعبة خطيرة نعيم مش بيحبها ومش موافق إنه يلعبها معاهم. بدأ يقول لهم أنا مش عاوز ألعب اللعبة دي، أنا مش بحب ألعب اللعبة دي، لكن هم بدل ما يسمعوا كلامه ويحترموا رأيه بدأوا يضحكوا عليه ويقولوا له أنت جبان يا نعيم، بتخاف تلعب معانا. نعيم يزعل ويقول يعني لازم أقول لهم آه؟ لازم أقول لأصحابي على كل حاجة آه؟ لازم؟ حتى لو حاجة أنا مش عايزة أعملها؟ لا. حتى لو لعبة خطر مش صح إن أنا ألعبها؟ لا. يعني ممكن نقول لأ، بس نعيم كان بيخاف إن أصحابه يزعلوا منه ويخصموه، فكان بيضطر يعمل حاجات هو مش عاوز يعملها ويقول طيب خلاص أنا موافق. أكتر حد إحنا قلنا نعيم بيحبه وصاحبه هو جده. جد نعيم عنده هواية جميلة جداً يا أصحابي، إنه يجيب خوص، الخوص ده بيبقى زي نبات نقدر نشكله، يعمل منه أشكال كتيرة، يعمل منه مراوح، يعمل منه شماسي، يعمل منه كمان قبعات زي القبعة الجميلة دي اللي نعيم جده ادهاله وقال له يا نعيم القبعة دي هتحميك من حرارة الشمس في الصيف ومن قطرات المطر في الشتاء. بس نعيم كان بيستخدم القبعة دي في حاجة مختلفة خالص، عارفين إيه هي؟ إيه؟ نعيم كان لما حد يقول له حاجة مش عاجباه أو يحاول إنه يهرب من أصحابه اللي بيتريقوا عليه كان يحط القبعة على دماغه وينزلها كده على وشه ويستخبى ويحس كده إنه بعد عنهم خالص وإنه مبسوط. صحابه وقتها قالوا له حاجة غريبة جداً، قالوا له يا نعيم أنت عارف أنت شبه مين؟ أنت شبه النعامة. النعامة لما بتحس بالخطر أو بالقلق بتدفن راسها جوه الرمل الأصفر، وأنت بتحط راسك جوه إيه؟ جوه القبعة الصفراء. نعيم قال لهم أنا زي النعامة؟ قالوا له آه أنت بالظبط زي النعامة. طب حتى ده أنت اسمك يشبه اسم النعامة، أنت اسمك نعيم وهي اسمها نعامة. سكت نعيم وقال لهم خلاص لو أنتوا زعلانين مني عشان أنا بحط القبعة الصفراء عشان أهرب منكم، أنا كمان مش عايزة أصاحبكم. لكن في عيد ميلاد نعيم كل أصحابه فكروا إن هم يصالحوه ويروحوا يقولوا له كل سنة وأنت طيب يا نعيم. جابوا النعيم علبة كبيرة جدا 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 وقالوا له يا نعيم في العلبة دي هديتنا ليك، بس ما تفتحهاش إلا بعد ما يخلص عيد الميلاد ونمشي. نعيم فرح إن أصحابه فكروا فيه وجم يحضروا عيد ميلاده، بس يا ترى الهدية دي كانت فعلا هدية تسعده؟ فتح نعيم العلبة وعارفين لقى إيه؟ إيه؟ لقى نعامة لعبة لابسة برنيطة قبعة بالظبط زي القبعة بتاعته. يا خبر، يعني دي الهدية اللي جابوها أصحابي، يعني لسه برضو بيقولوا عليا إن أنا زي نعامة. سكت نعيم وقال بيقولوا عليا زيك يا نعامة. نعامة قالت له زي أنا؟ إزاي يعني؟ قال لها مش أنتي بتدخلي راسك في الرملة لما تبقي خايفة عشان تهربي؟ أنا كمان بيقولوا إنه القبعة اللي جده عملها لي أنا بلبسها زيك وبخبي راسي فيها. ضحكت النعامة وقالت له أنت صدقت كلامهم يا نعيم؟ قال لها آه طبعاً صدقت كلامهم، مش كل الناس بتقول كده، هو لما الناس كلها تقول حاجة نصدقها على طول؟ لا ولا نفكر فيها؟ نفكر فيها الأول نفكر أو نحاول نشوف هي صح ولا غلط. النعامة قالت لنعيم طيب يا نعيم أنا كنت الهدية اللي أصحابك جابوها لك في عيد ميلادك، لكن أنا عندي هدية تانية ليك متهيئة لي هتبسطك وهتخليك تعرف حاجات كتير ما كنتش تعرفها. قال لها هدية إيه؟ قالت له أنا أخدك في رحلة مدهشة ومثيرة لمدينة النعام، هناك هتشوف كل النعام وتعرف هما بيعملوا إيه وتعرف كمان هما بيدخلوا راسهم في الرملة ليه. نعيم يوافق يروح معاه؟ يوافق ولا يخاف؟ يوافق. يوافق؟ النعامة قالت لنعيم بسرعة يا نعيم اركب فوقي وامسك كويس قوي في رقبتي. النعامة رقبتها طويلة قوي يا صحابي وكمان رجليها طويلة قوي. ركب نعيم فوق النعامة ومسك في رقبتها كويس قوي وبدأت النعامة تجري. قالت له على فكرة أنا عايزة أقول لك على حاجة عني يمكن أنت ما تعرفهاش، مش كل الطيور بتطير على فكرة. قال لها إزاي يعني؟ قالت له أنا طائر صحيح بس مش بطير، النعامة طائر بس مش بيطير، بس كمان ربنا ادالها مهارة حلوة جدا إنها بتجري بسرعة جدا جدا جدا، يعني سريعة جدا في الجري. ركب نعيم
ومسك كويس في رقبة النعامة، وبدأت النعامة تجري تجري تجري. ولاحظ نعيم حاجة غريبة جداً. عارفين لاحظ إيه؟ لاحظ إن فيه مجموعة من الذئاب بتجري وراء النعامة وعايزة تلحقها. دلوقتي نعيم قال يا خبر، دلوقتي النعامة هتنزل رأسها في الرمل وهتخبي نفسها، طب أنا أعمل إيه؟ أنا مين يخبيني؟ لكن النعامة ما عملتش كده. النعامة فضلت تجري بسرعة 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 لحد ما هربت خالص من الذئاب اللي كانت بتطاردها هي ونعيم. ونعيم استغرب وقال الله، النعامة يعني ما خافتش وحطت راسها في الرمل زي ما بيقولوا؟ طب هو كان في خطر حواليها حطت راسها في الرملة؟ أبدا، بالعكس، دي جريت وكانت قوية وشجاعة، وكمان قدرت إنها تبعد تماما عن الذئاب اللي بتطاردها من غير ما تتردد ولا لحظة، وتقول طب أحط راسي في الرملة شوية صغيرين وأقوم. حس نعيم بالجوع وحس كمان بالعطش. النعامة قالت له ما تخافش يا نعيم. جريت بسرعة النعامة، ولأن رقبتها طويلة جدا قطفت ثمار الفاكهة من على الشجر ونزلت رقبتها جوه النهر عشان تعمل إيه بقى في الفاكهة؟ تغسلها. لأن لازم لما ناكل أي حاجة قبل ما ناكلها نعمل إيه؟ نغسلها. برافو. غسلت النعامة الفاكهة وبدأت تديها لنعيم ياكل. نعيم كان مبسوط قوي قوي وحسس إنه في رحلة جميلة ومثيرة وكلها كده مفاجآت جميلة. مشيت النعامة كتير وجريت كتير لحد ما وصلوا لمدينة النعام. المدينة دي يا صحابي بيعيش فيها كل النعام، والنعام له نظام معين في حياته. بيعمل إيه؟ كل موسم، أنت عارفين إن النعام بيبيض مش بيولد، بس بيضة النعام عارفين قد إيه؟ كبيرة. قد الكورة، قد الكورة اللي بنلعب بيها. كل النعام بيجمع كل البيض ده، بيبقى حوالي 40 أو 50 بيضة، وكل موسم بيختاروا نعامة واحدة ترقد فوق البيض. بيعملوا حفرة كبيرة في الأرض ويحطوا كل البيض ده فيها وترقد فوقها النعامة. وطبعاً لأن البيض ده كتير جداً جداً، بتقعد عليه النعامة فترة طويلة لحد ما الحرارة كلها تيجي على البيض ده، وشوية شوية يفقس البيض ويطلع إيه بقى؟ نعام صغير، نعام نونو. شوية ونعيم لقى نعام النعامة دخلت راسها في الحفرة. الله، يعمل ايه بقى؟ الله، اهي 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 دخلت راسها في الحفره. وانت بتقولي لي النعام مش بيدخل راسه في الحفره عشان مش بيخاف؟ قالت له انا ما قلتلكش كده. قالت له لا لا، بس انا فهمت من كلامك ان الكلام ده مش صح. قالت له هو فعلا مش صح، النعامه دخلت راسها في الحفره عشان تقلب البيض اللي هي قاعده فوقه، لان البيض ده حجمه كبير وجسمها مش هيقدر يغطيه كله مره واحده، فكل شويه تدخل راسها تقلب البيض عشان كل البيض يتعرض للحرارة وبعد كده ترجع تقعد تاني. معقول؟ يعني الكلام ده مش صح؟ قالت له لا طبعا مش صح. قال لها امال الناس بتقول كده ليه؟ قالت له ما اعرفش. قال لها يعني هو مش مهم ان احنا نقعد نقول لكل الناس لو قالوا علينا حاجة غلط نقعد نصححها؟ قالت له لا، الناس بس اللي تهمنا، هي اللي دايما لو افتكروا حاجة غلط مش فينا نصحح لهم المعلومة، لكن هنقعد نقول لكل الناس مش هنشتغل ومش هنعرف كده نعيش، لكن المهم ان احنا نبقى عارفين ان احنا بنعمل الحاجه الصح اللي ربنا يبقى راضي عنا منها، وكل الناس اللي حوالينا تبقى شايفه ان احنا فعلا بنتصرف صح. نعيم استغرب قوي من الكلام، مش كلام غريب ده؟ غريب. حد فينا كان يعرف قبل كده المعلومه دي؟ لا. حد فينا كان يعرف ليه النعامه بتدخل راسها في الرمل؟ لا. كل الناس بتقول ان النعامه بتدخل راسها في الرمل لما تخاف او تقلق، ولما تلاقي حد بيحاول يهرب من مشاكله تقول له انت عامل زي مين؟ نعام. زي النعام. بس ادينا دلوقتي عرفنا ليه النعامه بتدخل راسها في الرمل. نعيم كان مبسوط قوي وكان لسه لابس البورنيطه. طارت البورنيطه وراحت بعيد، جريت النعامه وراها وقدمت له البورنيطه وكان فيها هديه جميله قوي. تفتكروا بقى ايه الهديه اللي هتجيبها النعامه لنعيم؟ نعامه صغيره مثلا. برافو، نعامه صغيره لسه مولوده. قالت له بص يا نعيم، دي هديتنا ليك، هتاخدها وتربيها وتكبر معاك وتفضل دايما فاكر اليوم الجميل اللي انت كنت فيه في الرحله معايا، وكل ما تلاقي حد بيقول النعامه بتدخل راسها في الرمل عشان تهرب هتقول لها ايه؟ لا، هتقول لها النعامة بتدخل راسها في الرملة ليه؟ عشان تقلب البيض. تقلب البيض وتبقى مستنية الأمل. إيه هو الأمل؟ الأمل هو البيض اللي بكرة هيفقس ويبقى نعام صغير يكبر وتكتر مدينة النعام بكل النعام اللي فيها. النعامة دلوقتي قالت له خلاص يا نعيم، انتهت رحلتنا وأنا لازم أوصلك تاني للبيض بتاعك.
بس عندي سؤال. نعيم قال لها اتفضلي، قلت له هتلبس تاني البرنيطة عشان تهرب من صحابك؟ تفتكروا هيلبس تاني البرنيطة؟ لا لا. ولو صحابه قالوا له على حاجة مش عايز يعملها يقول إيه؟ لا لا. مش عيب إن إحنا نقول كلمة لا، بس نقولها إمتى؟ نقولها للغلط، نقولها للحاجة اللي ما يصحش إن إحنا نعملها، لكن لو فضلنا على طول نقول لأي حاجة حاضر ده صح؟ لا لا. ممكن هنا بقى نعمل حاجات غلط لأننا وافقنا على حاجة أصلاً غلط. دي كانت قصة نعيم مع الكوبعة الصفراء ومع النعيمة. نعيم بعد كده خلاص ما بقاش بيلبس الكوبعة الصفراء إلا لو خرج في الشمس شوية عايز يحمي راسه من الشمس والحرارة، لكن عرف بعد كده إنه لازم يبقى شجاع، يبقى جريء، يقدر يواجه الغلط، ولو حاجة مش عايز يعملها بمنتهى الأدب يقول أنا آسف مش هقدر أعمل التصرف ده تاني. دي كانت قصة النهاردة، قصة سر الكوبعة الصفراء اللي تعرفنا فيها على صديقنا نعيم وشفنا مجتمع النعام عايش إزاي. يا ترى قصتنا عجبتكم؟ حلو. حلو؟ حلو. أتمنى تكون عجبتكم، وأتمنى تكونوا كلكم عرفتوا معلومة مهمة، والأهم من المعلومة أنكم تعرفوا إزاي تقدروا تقولوا لأ في الوقت المناسب اللي لازم نقولها. أشوفكم في قصة جديدة وحكاية جديدة من حكايات ماما سماح.